عمان، حيث سعادة هزاع البراري الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية. سيد الكريم، يدخل معرض القاهرة الدولي للكتاب يدخل مرحلة فيها اعتراف بأنه زيارة معرض كتاب ليست فقط لشراء الكتب، ليست فقط للاطلاع على الكتب الجديدة، لكن كما تفضل الأستاذ الدكتور أحمد بهي الدين أنه هذا احتفال شامل بفكرة الكتاب والثقافة والقراءة، ربما يكون حتى الطعام جزء من هذا الاحتفال، لما لا؟ تتصور سيد هزاع أنه هذه الفكرة فكرة قادرة على أن تقدم دعماً لصناعة النشر وللكتاب وزيادة الاطلاع الثقافي العربي خصوصاً في اللحظة الراهنة؟ يعني مساء الخير بداية، ويعني تحياتي للدكتور أحمد ولك والمستمعين والمشاهدين الكرام. بالبداية أيضا نحن نعبر عن سعادتنا في المملكة الأردنية الهاشمية كون الأردن هي ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا. نحن لنا الشرف والله سيد هزاع. الله يخليك، ويعني هذه نقطة مضيئة نحن نراها في العلاقات الثقافية بين الأردن ومصر، وهي علاقات راسخة وممتدة عبر عقود طويلة من الزمن كرستها القيادة في البلدين الشقيقين. وعودة على المعرض، كما ذكرت أن معارض الكتب في العصر الحديث والأيام الحالية ليست فقط هي أرفف مليئة بالكتب فقط، هي تظاهرة ثقافية شاملة تعبر عن ثقافات الأمم. تستطيع من خلال هذه المعارض أن تقدم الفنون المختلفة مما فيها الموسيقى، الفلكلور الشعبي، أيضا الطعام كما ذكر الدكتور، الطعام الشعبي، ممكن تقدم أيضا وجبات من الثقافة للأطفال والورش التدريبية والتراث المادي والتراث غير المادي، بمعنى أنك تقدم البلد بكل تفاصيله وبكل تاريخه وثقافاته ورؤياه المستقبلية. وعلى هذا الأساس نحن في الأردن بنينا البرنامج الثقافي والفني والفكري الخاص بضيف الشرف، وهو بني بالتعاون والشراكة مع هيئة الكتاب وإدارة المعرض في القاهرة. وحتى في البرنامج الخاص بضيف الشرف هنالك أمسيات وفعاليات مشتركة بين الجانبين الأردني والمصري، وهي يعني برنامج غني ومتنوع. وحتى بشهادة إن تكرمت سيد الكريم، أنها يعني من أضخم يمكن البرامج لضيف الشرف خلال إن تكرمت أطلعنا على ملامحه الرئيسية على الأقل. نعم، حقيقة أن هذا البرنامج عد على مهل وأخذ وقت طويل من التشاور بين الطرفين. فمثلا لدينا احنا ندوات لها علاقة بالأدب، سواء بتاريخ حركة السرد والشعر في الأردن. لدينا ايضا ندوة رئيسية لها علاقة بالعلاقات الثقافية المصرية الأردنية، وسيشارك فيها معالي وزيرة الثقافة الأردنية ومعالي وزيرة الثقافة المصرية. أيضا هنالك ندوة خاصة عن العلاقات الدبلوماسية الأردنية المصرية، سيشارك فيها معالي السفير الأردني في القاهرة مع أحد الدبلوماسيين المصريين المطلع على الحالة الأردنية والعلاقة الدبلوماسية المصرية الأردنية. هنالك ندوات شعرية متعددة، حتى أن الشعر النبطي أيضا والشعر الشعبي حاضر إلى جانب الشعر الفصيح، لأن هذا له علاقة بالتراث. صحيح. البلدين. هنالك ندوات عن التراث المادي وتراث غير المادي والصناعات الثقافية، ندوة خاصة عن الدراما الأردنية في الميزان العربي، وخاصة أن هنالك عدد من النجوم الأردنيين الموجودين في القاهرة مثل إياد النصار ومنذر رياحنا وصبا مبارك وغيرهم. فستكون هذه الندوة، هذا بلدهم يا سيدي. يا الله يخليك، طبعا أكيد. وأيضا طبعا هنالك العديد من البرامج للأطفال موجودة، سيكون هناك أيضا ندوة خاصة
عن العلاقات التاريخية، وفي هناك لدينا وثائق تاريخية من تمتد من الثلاثينات والأربعينات والخمسينات عن العلاقة الخاصة منذ البداية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. ستكون هذه الندوة حاضرة وبقوة. ستكون هناك أيضا ندوات لها علاقة بصناعة الكتاب والنشر الجديد وكل ما رافق هذا النشر من تطور ومتغيرات كبيرة جدا.